السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية في قناة مستر كمال النحاس التعليمية. النهاردة إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نقوم بعرض قاعدة من قواعد اللغة الإنجليزية، واحدة من أهم الجرامر اللي موجودة عندنا في منهج المرحلة الثانوية. وهنتكلم إن شاء الله النهاردة عن ما يسمى بالجمل الموصولة، والذي يطلق عليها في اللغة الإنجليزية Relative Clauses. Relative Clauses اللي هي الجملة الموصولة. طب احنا سميناها جملة موصولة ليه؟ لأنه كل جملة موصولة لازم تبدأ بإيه؟ بضمير وصل، ونتعرف على ضمائر الوصل إن شاء الله. إذن الجملة الموصولة تتكون من فعل وفاعل، وأيضا يوجد في بدايتها ضمير وصل اللي احنا بنسميه Relative Pronouns. إذن النهاردة في هذا الفيديو سوف نتعرض على قاعدة مهمة، وهي إيه؟ الجمل الموصولة وضمائر الوصل، وهنشوف الطريقة الصحيحة لاستخدام ضمائر الوصل، لأنه ضمائر الوصل متعددة ولها أكثر من استخدام وأكثر من طريقة. في هذا الفيديو إن شاء الله بالتفصيل سوف نتعرف على كل ضمير من هذه الضمائر المعروفة بضمائر الوصل إن شاء الله. فالمطلوب من حضراتكم تركزوا معايا وتخلي بالكم من القاعدة اللي احنا بنشرحها، وأيضا هناخد عليها أمثلة عشان تؤكد هذا المعنى، ويبقى عندنا القاعدة شرحها واضح وسليم للجميع إن شاء الله. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ على بركة الله. أول حاجة عايزين نشوف إيه هي Relative Pronouns، ما هي ضمائر الوصل، ما عددها وكم هي، وإيه هي بالضبط ضمائر الوصل. ضمائر الوصل زي ما حضراتكم شايفين اللي هي عندنا أول ضمير وصل اللي هو who, whom, which, that, whose, where, when. دي هي ضمائر الوصل اللي احنا متعارف عليها، اللي احنا درسناها يمكن من المرحلة الإعدادية، درسنا بعض منها في تالت إعدادي ثم أولى ثانوي ثم تانية ثانوي وأخيرا الصف الثالث الثانوي. إذن هي who, whom, which, that, whose, where, when. يا ترى في ضمائر تانية احنا بنستخدمها كضمائر وصل؟ هناك ما يسمى بضمائر البديل، يعني ايه؟ ضمائر تستخدم كضمائر الوصل ولكن لا نستطيع ان نطلق عليها ضمائر وصل، اللي هي زي كلمة what, how, why. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على ضمائر الوصل المكتوبة باللون الاخضر عند حضراتكم اهو زي ما انتم شايفين، واللي هي عددها تقريبا 7. وبعد كده هنتعرف على ضمائر بديلة لضمائر الوصل ولكنها بتسلك نفس مسلك ضمائر الوصل اللي هي what, how, when، وهنتعرف بالتفصيل إن شاء الله على كل ضمير من هذه الضمائر وكيفية استخدامه، وإحنا بنستخدمه ليه؟ لوصل الجمل. يعني ضمائر الوصل دي تستخدم لوصل الجمل، ولكن هناك قواعد أساسية يجب أن تتبع في وصل هذه الجمل باستخدام هذه الضمائر، لأن كل ضمير له طريقة خاصة وله معنى يختلف عن الآخر. نبدأ على بركة الله. وانتم زي ما انتم ملاحظين انه بعض الضمائر دي بتستخدم كأدوات استفهام، يعني زي مثلا هو بمعنى من، هوز لو جت في بداية الجملة والجملة انتهت بإيه؟ بعلامة استفهام، فبتستخدم كإيه؟ كأدوات استفهام. ولكن هنا هنستخدمها احنا كضمائر وصل بتيجي في منتصف الجملة او في بداية الجملة لتربط جملتين ولكن لا تنتهي الجملة بعلامة استفهام. إذن هي ضمائر للوصل وليست أدوات استفهام في هذا السياق أو في هذا الفيديو. نبدأ على بركة الله ونبدأ بالتفصيل نتكلم عن هذه الضمائر. مبدئيا لو حبينا نشوف الجملتين اللي موجودة عندنا في الصورة اللي شايفينها حضراتكم، عندي جملة الأولى بتقول إيه؟ This is Mona، دي جملة بتنتهي بفول ستوب، وعندي She helped me last week، هي ساعدتني الأسبوع اللي فات، هذه تكون منى. فلو حصلوا حضرتكم دول جملتين منفصلتين تماما،
في الجملة الأولى this is منى، موجود كلمة منى، وفي الجملة الثانية تبدأ بشيء اللي هي برضو منى. فاحنا عايزين نربط الجملتين مع بعضهم، بنشوف احنا اللي بنتكلم عنه الفاعل ده بيكون عاقل أو غير عاقل، مكان أو زمان إلى آخره، زي ما نشوف بالتفصيل إن شاء الله. ولكن في هذه الجملة بنلاقي إن احنا متكرر عندنا ده في إيه؟ عاقل. فبنستخدم ضمير الوصل هو ليعبر عن وصل إيه؟ جملتين المتكرر فيهم فاعل عاقل. فبنقول إيه؟ This is Mona who، إن عملنا إيه؟ شلنا she الفاعل بتاع الجملة التانية واستبدلنا بهو وشلنا الفول ستوب، عشان إحنا هنعمل الجملة دي كلها جملة واحدة، هنربطها بضمير وصل عشان نحصل على جملة واحدة فقط. يبقى This is Mona who helped me last week، هذه تكون منى التي ساعدتني الأسبوع اللي فات. فهنا بنلاحظ أنه كل دي جملة إيه؟ واحدة. ونلاحظ أن الجملة الموصولة اللي تبدأ بضمير الوصل هو، يعني فين الجملة الموصولة هنا؟ Who helped me last week. ده كمثال بسيط كمبدئيا بنبدأ بالفيديو بتاعنا إن شاء الله، عشان تعرفوا إيه معنى ضمير الوصل وبيربط الجملتين إزاي. ان احنا بنحذف الفول ستوب الموجوده بين الجملتين، ونحذف الفاعل الثاني ونحط مكانه هو حسب ما المتكرر معانا عاقل او غير عاقل، ونربط الجملتين وتبقى جمله واحده تنتهي بفول ستوب. اوكي، لو بصينا اول حاجه هنتكلم عن هو. هو دي بتستخدم للايه؟ للفاعل العاقل، يعني احنا بنستخدمها لما يكون عندنا المتكرر في الجملتين فاعل عاقل. يبقى هنا لما بتربط الجملتين، نفترض انه ما قبله الجملة الاولى وما بعده الجملة الثانية. اذا قبله بيجي ايه؟ فاعل عاقل. ركزوا معانا، هو هنا يأتي قبلها فاعل عاقل وبعدها يجي ايه؟ فعل. يعني هنا بيجي ايه؟ subject، وهنا بيجي verb. طيب هل بالنسبة له بس؟ وعندي كلمة that، that تسبق بفاعل عاقل وأيضا يأتي بعدها فعل. من هذا العرض يعني إن ممكن that تحل محل هو. نعم تحل محل هو، لأنها لها نفس السياق إنه يأتي بعدها فعل ويأتي قبلها فاعل عاقل. إذن هو وthat ممكن يشير إلى فاعل عاقل، ويمكن أن نستخدم ذات مكانه بشرط أن يأتي قبله وذات فاعل عاقل وبعديهم فعل. نشوف مثال كده مع بعض. هنا بتقولي الجملة I met the man who taught me English، يعني أنا قابلت الرجل الذي علمني اللغة الإنجليزية. تعالوا نشوف هو دي أو ممكن تكون ذات. هو قبلها إيه؟ man. من ده ايه؟ فاعل عاقل. تمام؟ فاعل عاقل. Who taught me English. Taught ده ايه؟ فعل. الفعل الماضي من ايه؟ من teach. يبقى انا قابلت الرجل الذي علمني اللغة الانجليزية. I met the man who taught me English. وبنلاحظ انه كلمة man هنا فاعل عاقل. ليه؟ لان احنا بنعتبرها في الجملة التانية هي الفاعل. ومين اللي علم؟ الرجل، يبقى هو الفاعل. يبقى I met the man who taught me English. يبقى هنا هو تحل محلها that، لأنه يأتي بعدها فعل زي taught ويأتي قبلها فاعل عاقل زي كلمة إيه؟ the man. يبقى إذن هنا هو وthat يمكن أن يتبادلوا الأدوار طالما سبقوا بفاعل عاقل وبعديهم إيه؟ فعل. أوكي؟ Let's go. تعالوا نشوفوا المثال ده ونشوف الاختيارات اللي عليه اللي ممكن تيجي لنا مثلا في الامتحانات. اختار، بيقول لي ايه؟ This is the lady نقط gave me money، هذه هي السيدة نقط اعطتني ايه؟ الفلوس. عندي انا ايه؟ اربع اختيارات. عندي whose، who، which، when. لو لاحظت انه قبل النقط في ايه؟ في ايه؟ في فاعل عاقل اللي هو the lady، the lady أو السيدة. وبعد النقط في إيه؟ فعل gave. ده ينطبق على القاعدة إن ممكن أحط حاجة من الحاجتين، يا إما هو يا إما ذات، يا إما هو
يا إما ذات، لأن قبل النقط في كلمة lady ده فاعل عاقل، وبعد النقط في كلمة give ده الباست من give، الفعل الماضي من give. تمام؟ طب أنا ما عنديش ذات في الاختيارات، ولكن عندي مين؟ عندي who. إذن الاختيار الصحيح هيكون كلمة إيه؟ who. إذن لو قرينا الجملة هنقول إيه؟ This is the lady who gave me money. هذه هي السيدة التي أعطتني النقود. يبقى هنا استخدمنا هو لأنه يسبق بإيه؟ فعل عاقل وبعديها فعل. Okay, very good. نشوف بعد كده الملاحظة اللي موجودة على الكلام ده. ركزوا لو سمحتوا معايا عشان تكون الجمل واضحة بالنسبة لنا. الضمير هو يمكن أن تسبقه فاصلة اللي احنا بنسميها كما، أما الضمير ذات فلا تسبقه كما. احنا قلنا ذات ممكن تحل محل هو، ولكن إذا جاء في قبل الفصل قبل النقط في كما ما أقدرش أستخدم ذات، لكن يمكن أستخدم إيه؟ هو، لأنه هو يمكن أن تسبق بإيه؟ بكما، أما ذات لا تسبق بإيه؟ بكما. طب ادينا مثال عشان نأكد على الكلام ده، نشوف نأكد على الكلام ده. الجملة دي بتقول ايه؟ This woman، ادي شايفين الكومة، who is walking is my sister. يعني هذه المرأة التي تمشي تكون اختي. This woman who is walking is my sister. هنا استخدمنا الضمير هو لانه سبق بفاعل عاقل، حطينا هنا في كومة. تمام؟ أوكي. لكن لو رجعنا يمكن نقدر نحط ذات؟ قال لي لا ما تقدرش تحط ذات طالما في كومة. This a woman ما أقدرش أقول ذات لأنه في إيه؟ في كومة. فهنا هضطر أحط كلمة إيه؟ هو. واضح الكلام ده؟ يبقى هو ممكن تسبق بإيه؟ بكومة، لكن ذات لا تسبق بكومة. فلو جاب لي اختيارات أنا وجاب لي هو وجاب لي ذات في نفس الاختيار، هبص على الكومة، لو موجودة هختار هو، لا مش موجودة هختار ذات. واضح؟ إن شاء الله يكون واضح. أوكي، تعال نشوف المثال ده. Those people، أدي كومة، نقط، are talking are my relatives. Those people نقط are talking are my relatives. تعالوا نشوفوا الاختيارات ونشوفوا هنختار ايه. عندي that، عندي whose، عندي who، عندي which. الله، انت قلت لنا ممكن that تحل محل who، ده كلام سليم، ممكن that تحل محل who، ولكن كانت في ملحوظة قلنا ايه؟ لو جاء قبل النقط كومة ما نقدرش نستخدم that، ولا هنستخدم ايه؟ هنستخدم هو، ولذلك جابهم لي في الاختيار هما الاثنين، وده شيء طبيعي لاني لو بصينا على الجملة هنلاقي في حاجة بتخليني اختار حاجة عن حاجة. فهنا في الحالة دي في كومة، يبقى اختار ذات؟ لا، القاعدة بتقول لو في كومة ما اقدرش استخدم ذات لانه ذات لا تسبق بكومة، ولكن هو ممكن تسبق بايه؟ بكومة. تعالوا نشوفوا الاختيار كده. الاختيار طبعا هو، أظن واضح الشرح كده، القاعدة واضحة والملاحظة اللي عليها واضحة. أوكي، تعالوا بعد كده نشوف إيه بعض الأدوات التانية أو الضمائر التانية. عندي الضمير هوم. طب إحنا تكلمنا عن هو وذات، قلنا يسبق بفاعل عاقل وبعدهم فعل، ولكن هوم قال لي تسبق بمفعول به عاقل مش فاعل، مفعول به عاقل، أي هو عاقل زي هو بالضبط ولكن مش فاعل، هيكون مفعول، وبعديها يأتي مش فعل، لا يأتي فاعل زائد فعل، فاعل زائد فعل اللي في الجملة الموصولة. طيب أما هو قال لي ممكن تسبق بمفعول به عاقل وفاعل زائد فعل. الله، ده عكس الكلام اللي احنا قلناه، غير الكلام اللي قلناه. لأن احنا هنشوف دلوقتي ايه الغرض من الكلام ده. أوكي، أما كلمة ذات برضو تسبق بمفعول به عاقل زائد فاعل زائد فعل. ده معنى الكلام ده إيه؟ معناه إنه ذات وهو ممكن يحلوا محل مين؟ هوم. هو وذات ممكن يحلوا مكان إيه؟
whom، لأنه النفس بينطبق على whom، ينطبق على who وعلى that، إن هم مسبوقين بمفعول به عاقل، وفي الجملة الموصولة بعدها فاعل زائد فعل. طب تعالوا نشوف الأمثلة كده. بيقول لي the man whom you met yesterday was my teacher. الرجل الذي قابلته بالأمس يكون ماله معلمي. The man whom you met yesterday was my teacher. لو لاحظنا هم اهو قبلها ايه؟ مفعول به عاقل، لانه ايه اللي بيقول له you met yesterday، انت قابلت مين؟ قابلت the man، the man مفعول به، تمام؟ اللي تقابل مين؟ اللي تقابل الرجل، the man. يبقى هنا the man هنا مفعول به عاقل. وبعد كده whom جاء بعدها ايه؟ ادي فاعل وادي فعل. You met، you ادي الفاعل ومت ايه الفعل، فهنا اخترت كلمة ايه whom، يبقى the man whom you met yesterday was my teacher. طب ممكن استخدم انا بدل whom استخدم who، ممكن في الحالة دي، وممكن بدل whom استخدم برضو that في هذه الحالة. يعني ممكن اقول ايه the man who you met yesterday was my teacher، أو the man that you met yesterday was my teacher، الرجل الذي قابلته بالأمس كان إيه معلمي. واضح الكلام ده؟ يبقى ممكن أستخدم هو و that بدلا من إيه من whom، بشرط أنه يسبق بمفعول به عاقل وبعديهم فاعل زائد فعل. أوكي، تعالوا نشوفوا المثال ده بيقول لي إيه. The man نقط The police arrested had stolen my wallet. عزون الراجل الذي قبض عليه الشرطة سرق محفظتي. تمام؟ The man عزون نقط The police arrested had stolen my wallet. سرق إيه؟ نقودي. تعالوا نشوفوا الاختيارات كده اللي جايبها لي. بصوا على الاختيارات. جايب لي whom، whose، when، which. انتوا مش ملاحظين حاجة في الاختيارات؟ ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان هو ما جابش هو وما جابش ذات. ليه؟ لان هو وذات في هذا السياق ممكن نستبدلهم بدل كلمة whom اللي احنا نختارها هنا اللي هي الاجابة الصحيحة. والاجابة الصحيحة عندي هنا ايه؟ whom، لانها مسموقة بايه؟ مفعول به عاقل، وجاي بعديها ايه؟ فاعل زائد فعل. الفاعل the police والفعل arrested، عشان كده ما جابليش هو ايه له ولا ذات في الاختيارات، لانه لو اتحطوا برضو ممكن استخدمهم مكان النقط زي هو بالظبط. اوكي، ولكن في الاختيار ما تكونش الا في واحدة ايه هي الصحيحة. واضح الكلام؟ ان شاء الله يكون واضح. Let's move on. طيب ايه الملحوظة اللي هنا؟ بيقول لي عند استخدام هو او whom او ذات ويسبقهم مفعول به عاقل، دي القاعدة اللي احنا قلنا عليها في الاول، ان هو وهوم وذات يكون قبلهم مفعول به ايه عاقل، بيحصل ايه؟ فاننا نحذف ضمير المفعول. يعني لو لقينا في ضمير مفعول في الجملة لازم يتحذف، عشان ما اقدرش انا اذكر المفعول به واذكر الضمير اللي بيعود عليه. فهنا بنعمل ايه؟ بنحذف ضمير المفعول، زي مثلا ايه ضمائر المفعول him او her او them من الجملة. طب ناخد مثال عشان نوضح الكلام ده. بصوا كده الجملة دي، the girl whom I met was pretty. تنطبق عليها القاعدة انه قبلها ايه مفعول به عاقل وبعديها فاعل وفعله I met. يبقى البنت التي قابلتها كانت جميلة، الجملة دي correct صحيحة. طب ما ازاي تكون خطأ الجملة دي؟ تعالوا نشوفوا لو خطأ ايه اللي هيحصل فيها. The girl whom I met her، التي قابلتها، فهنا هير ضمير مفعول به يعود على مين؟ على girl. قال لي الجملة دي ايه wrong خاطئة. ليه؟ لاني انا ما حذفتش ضمير المفعول به، فما اقدرش اجيب ضمير مفعول به واجيب ايه مفعول عاقل، لازم يتحذف ضمير زي القاعدة ما بتقول هنا. فالجملة الصحيحة
The girl whom I met was pretty. الجملة بتبقى غير صحيحة لو جبت ضمير مفعول يدل على الفاعل المفعول. The girl whom I met her was pretty. فما ينفعش نجيب ضمير her، لا أقول I met على طول was pretty. واضح الكلام؟ إن شاء الله تكون القاعدة واضحة، وياريت تركزوا عليها كويس وتعيدوها مرة واثنين لو أنتم ما فاهمينش الملحوظة. أوكي، تعالوا نشوف مثال كده اختياري، نختار ايه ضمير الوصل المناسب. The man نقط is called Sammy. The man نقط is called Sammy. طيب عندنا ثلاث اختيارات، ايه هو؟ Which I talk to، ولا whom I talk to، That I talk to him، ولا whom I talk to him. طبعا لو بصينا هنا ضمائر المفعول، ضمائر المفعول هنشيلها، يعني ما ينفعش نقول ايه that I talk to him او whom I talk to him، دول الاثنين مش هينفعوا معانا. طيب هتنفع which I talk to، طب ما هو which ما بتعودش على العاقل، لانه man ده ايه فاعل عاقل، تمام؟ يبقى نختار ايه؟ هنختار whom، لانه whom دي ضمير وصل يعود عليه ايه هنا، يعود على فاعل مفعول عاقل، مفعول ايه عاقل، تمام؟ وهنا الضمائر ايه، ضمائر المفعول اتكررت، ما ينفعش نختارها لا him هنا ولا هم هنا. بالاختيار الصحيح هيكون كلمة whom I talk to is called Sammy. يبقى the man whom I talk to is called Sammy. يبقى أكرر، إحنا رفضنا دي ليه؟ عشان which، ورفضنا دي ليه؟ عشان فيها him ودي فيها him. إحنا سبق وقلنا إحنا ضمائر المفعول لازم تحذف عند الربط بإيه؟ بهم. أوكي طيب، في ملحوظة تانية بتقول إيه؟ إن whom ضمير الوصل whom يمكن أن يسبقه حرف جر مثل about أو for أو with، أما who و that فلا يسبقهما حرف جر. أنت ليه بتقول لي الكلام ده؟ بقولك لأن who و that ممكن تحل محل whom، بس في الحالة دي لو سبق whom حرف جر مثل about أو for أو with ما أقدرش أستخدم هو أو ذات. ليه؟ لأن هو وذات لا يسبقهما حرف جر، عشان كده ما أقدرش أستخدمهم، لأن ممكن يجيني في الاختياري ويجيب لي إيه في حرف جر ويجيب لي هو وهم، فبضطر أستخدم إيه هم لأن في حرف جر. نشوف المثال. My relative to whom I talk is a doctor. يعني قريبي الذي أتحدث إليه دكتور. هنا to whom، أب whom ممكن تستبدل به مش كده؟ آه، بس هنا ما ينفعش. ليه؟ عشان to، وممكن whom تستبدل بإيه؟ بذات، ما تنفعش. عشان إيه؟ عشان to. وعشان إيه تاني كمان؟ عشان الكومة، فاكرين؟ آه، وهنا في حاجتين منعتني من استخدام who وذات. اللي منعني أول حاجة القاعدة دي بتقول إيه؟ إن حرف في حرف جر أهو، صح؟ ما أقدرش أستخدمها. وأيضا لو ما فيش حرف جر مش هقدر أستخدمها عشان في إيه؟ في كومة، لأن إحنا قلنا هو وذات لا تسبق بإيه؟ بكومة، مكان إيه؟ whom. أوكي، very good. Let's go to the next one. I don't know the man about نقط you are talking. خلي بالك ان هنا عايزين ضمير وصل، وضمير الوصل اللي هتحط هنا مسبوق بايه؟ about، يعني مسبوق بحرف جر. يعني هنستبعد ايه؟ هنستبعد that، هنستبعد who، اي نعم بيحلوا محلهم بس هنستبعدهم عشان مين؟ عشان about. لكن مين اللي هيفضل معانا؟ هيفضل معانا whom. طب تعالوا نشوفوا الاختيارات، عندي whom وعندي whose وعندي whom وعندي that. ممكن استخدم ذات وممكن استخدم هو، بس حرف الجر هنا منعني من استخدام ايه
ذات. تمام؟ استخدمنا هو. هو هنا المفروض تكون هو، ماشي؟ هنا المفروض تكون هوم هو. أمس معلش احنا ايه زودنا حرف الام نسيناها يعني. فهنا لا تنفع لذات ولا تنفع ايه هو، اللي هينفع ايه هوم بسبب وجود ايه حرف اجر. اوكي اوكي طيب بعد كده هنتكلم على which. واحنا خلصنا هو، خلصنا ذات، خلصنا هوم، تعالوا نشوفوا which. which هنا تسبق بفاعل غير عاقل بالظبط زي هو، زي هو، بس هنا الفاعل بتاعها مش عاقل، لا غير عاقل، ويأتي بعدها فعل، ويأتي بعدها فعل. ذات برضو يأتي قبلها فاعل غير عاقل وبعديها فعل. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني ان ممكن ذات تحل محل مين؟ which، بشرط ان تسبق بفاعل غير عاقل وبعديها ايه فعل، عشان ممكن استخدم ذات مكان ايه مكان which، بمعنى ايه التي او الذي. طب دينا مثال يا مستر، نشوف المثال اهو. I saw the train. train ده هو الايه الفاعل الغير عاقل. which hit the bike، اللي هو مين hit the bike؟ اللي هو train. انا لما بقول فاعل عاقل او غير عاقل يا جماعة بتكلم عن الفاعل اللي هو في الجملة التانية اللي هو ايه بعد which. ومين اللي اصطدم بالعجلة؟ اللي هو مين؟ الترين. ممكن واحد يقول لي I saw the train، ده مفعول، انا رأيت القطار. لا، انا بتكلم في الجملة التانية. الترين ده بيبقى اعرابه ايه؟ بيعرابه بيبقى ايه فاعل hit. هو الايه مين اللي hit the bike؟ اللي هو ايه the train. يبقى I saw the train which hit the bike، انا رأيت القطار الذي اصطدم بمين؟ بالعجلة. يبقى هنا which سبقت بفاعل غير عاقل وجاء بعدها ايه hit اللي هو الفعل. ممكن استخدم ذات، ممكن استخدم ذات، مفيش اي مشاكل اهو. We have a dog that can dance. هو مين اللي بيقدر يرقص؟ الكلب، اللي هو الفاعل. يبقى هنا ذات تعود على ايه فاعل غير عاقل اللي هو ايه the dog في هذا المثال، وبعدها جاء فعل، جاء فعل زي ما القاعدة بتقول. But we have a dog that can dance. نحن لدينا كلب الذي يستطيع أن إيه يرقص. أوكي. تعالوا نشوفوا إيه الملحوظة اللي عليها. لاحظ أن which يمكن أن يسبقه، اللي هو الضمير which ده، يمكن أن يسبقه إيه فصلة كوما. أما that فلا يسبقه كوما، وإحنا عارفين هالقصة دي زي بتاعت هو، قلنا هو ممكن تسبق بكوما، لكن ذات اللي بتحل محلها لا تسبق بكوما. وأيضا هنا ذات اللي ممكن تحل محل which اللي بتستخدم كضمير وصل ويسبقها فاعل غير عاقل، بنستخدم ذات مكانها. بس الفرق بينهم إنه which تسبق بكوما بفصلة، أما ذات لا تسبقها كوما فصلة. يعني لو جولي في الاثنين في الاختياري هبص على الجملة واشوف قبل النقط في كوما ولا ما فيش. والله في كوما، يبقى أبعد عن مين؟ عن ذات، واختار ايه which. تعالوا اهو مثال اهو. The robot اللي هو الانسان الالي، ادي الكوما شايفينها، which is drawing اللي بيرسم is very clever. is very clever. لاحظ ان هنا ايه نقطة اتنين كوما، دي احنا بنسميها الجملة الايه الاعتراضية. تمام، هنا ليه اخترنا which عشان الكوما؟ طب نقدر نقول ذات؟ لا ما نقدرش نقول ذات. ليه؟ لان في كوما هنا. يبقى the robot، ما القاعدة بتقول كده، يبقى the robot which is drawing is very clever. الانسان الالي الذي يرسم يكون ايه ذكي جدا. اوكي، واضحة القاعدة دي؟ طبعا سهلة جدا. اوكي، تعالوا نشوفوا المثال ده ونشوف الاختيار ايه. These books, comma, not, are on the shelf, are yours. عايز اقول هؤلاء الكتب الذين على الرف بيكونوا بتوعتك. طيب طب اختار ايه هنا؟ هنا the books غير عاقل، فشي طبيعي هختار ايه which. طب ما انت قلت لنا ممكن ذات تحل محل which. بتحل محل which.
بس ما ننساش انه هنا في شرط بيقول انه لو في كوما ما اقدرش استخدم ايه which عفوا ما اقدرش استخدم that استخدم ايه which. فلو جون اتنين في الاختياري ابعد عن مين عن that. وفعلا اهو جاب لي الاتنين, جاب لي that وجاب لي who which who. طبعا هم وهو هستبعدهم لانهم ايه للعاقل وبوكس غير عاقل. ذات ويتش ممكن يستخدمه لغير العاقل, طب ويتش ممكن ذات تحل محلها, بس هنا عشان الكوما هضطر استخدم ايه ويتش, ودي هتكون الإجابة الصحيحة. يبقى these books which are on the shelf are yours, يعني هؤلاء الكتب الذين على الرف بيكونوا ايه بتوعك. اوكي طيب نشوف which تاني بتقول ايه. which ممكن تسبق بمفعول غير عاقل ماشي, وايضا يأتي بعدها فاعل زائد فعل, فاعل زائد فعل يعني جملة كاملة تمام. وذات نفس القصة مفعول غير عاقل قبلها ويأتي بعدها فاعل زائد فعل أيضا. أوكي نشوف مثال. The computer which I bought last month was so expensive. The computer which I bought last month was so expensive. الكمبيوتر الذي أنا اشتريته الشهر اللي فات كان غالي جدا. لاحظوا أنه which هنا مسبوقة بإيه computer مفعول به غير عاقل, وجاء بعد which ايه فاعل اللي هو I زائد الفعل اللي هو ايه boot. وممكن نستخدم that لانه that هتحل محل which بشكل طبيعي. اوكي نشوف المثال ده. I really enjoyed the story نقط I read yesterday, يعني حقا انا استمتعت بالقصة التي قرأتها بالامس. تتخيلوا ايه ضمير الوصل اللي احطه تمام. انا عندي فاعل وعندي فعل, ممكن استخدم ايه هنا which, ممكن استخدم that ممكن ممكن, بس هم هنا مش هيجيبهم للاتنين مع بعض. ليه؟ لان الاتنين ممكن استخدمهم. طبعا مفيش كومة هنا عشان اقول ما تنفعش that, لا مفيش كومة في الجملة تمام. فهنا هو وهم لايه للعاقل ما تنفعش لان story دي غير عاقل. طيب هوز للملكية هنتكلم عنها إن شاء الله. أما الوحيدة اللي فاضلة اللي هي إيه that, يبقى I really enjoyed the story that I read yesterday, يعني أنا بالفعل استمتعت بالقصة التي أنا قرأتها بالأمس, وهكذا يكون الاختيار إيه that. أوكي في ملحوظة تانية بتقول لي إيه عند استخدام which أو that ويسبقهما مفعول به غير عاقل فإننا نحذف ضمير المفعول it وthem. فاكرين قاعدة whom ارجعوا لها, كنا نحذف ايه ضمير المفعول, يعني لو تكرر في الجملة ضمير مفعول فتبقى جملة ايه incorrect او ممكن تكون wrong. يعني ما نكررش ضمير المفعول لان احنا عندنا مفعول به مع مين مع which و that, زي مفعول زي it او them. لأنهم هم ليه it أو them يا أستاذ؟ لأن it أو them بيعودوا على إيه مفعول به غير عاقل. أوكي الجملة دي صحيحة ليه؟ The story which I heard was sad, القصة التي سمعتها كانت حزينة. هنا ما ذكرش ضمير المفعول به للقصة. لو قلنا the story which I heard it, لو حطينا it هنا الجملة هتكون ايه زي ما انتوا شايفين هتكون wrong خاطئة. يبقى ضمير المفعول به هنا المفروض يحذف. يبقى the story which I heard it was sad جملة خاطئة. ما ليه الصح يا مستر؟ نشيل it دي وتكبه the story which I heard was sad, كده تكبه الجملة ايه صحيحة وما نكررش ضمير المفعول ده مع which و that انهم بيسبقهم مفعول به غير عاقل. اوكي تعالوا نشوفوا المثال ده ونشوفوا الاختيارات اللي عليه. Did you enjoy the play نقط last night؟
يعني هل أنت استمتعت بالقصة التي رأيتها بالأمس؟ Did you enjoy the play Nougat last night؟ تعالوا نشوفوا الاختيارات اللي جايبها لي. هنا which you watched, whom you watched, that you watched it, which you watched. تعالوا نطلعوا الخطأ فين كنا. عندي جملتين نطلعهم خطأ واضحين لي عشان القاعدة السابقة هي اللي شرحت الكلام ده. عندي C وعندي D هنستبعدهم. ليه؟ لأنه في ضمير مفعول به موجود هو it. احنا قلنا الجمل اللي فيها it بتبقى incorrect، خاطئة. يبقى فاضل عندي which you watched, whom you watched. ضمير الوصل whom بيستخدم للعاقل، وعندي كلمة play المقصود بها مسرحية غير عاقل، فما ينفعش whom. وما لا تنفع ايه في الآخر يا مستر؟ هتنفع الأولانية اللي هي which you watched، وعشان كده مفيش ضمير مفعول. تاني حاجة، ضمير الوصل يعبر عن حاجة غير عاقلة اللي هي مين؟ the play. أوكي. ملحوظة برضو بتقول لي لاحظ أن which يمكن أن يسبقه حرف الجر مثل about, for, in, on، أما that فلا يسبقه حرف جر. يعني يا مستر لو جاني اختيار وجاب لي which وجاب لي that لكن في حرف جر قبل الأداة قبل الضمير، فهبعد عن مين؟ عن that، لأن that لا تسبق بحرف جر، أما which تسبق بحرف جر، زي الكلام اللي تكلمنا عن مين؟ عن who. يبقى الضمير that لا يمكن أن يسبقه حرف جر، أما which ممكن يسبقه حرف جر. تعال نشوف المثال كده. This is the comb with which I comb my hair. يعني هذا يكون المشط الذي به أسرح شعري أو أمشط شعري. هنا with which، وممكن أستخدم that هنا، بس هنا ما أقدرش أستخدم that. ليه؟ عشان مين؟ عشان with. وعشان with هنا ما أقدرش أستخدم إيه ذات. ليه؟ لأنه ذات لا تسبق بحرف جر، لأنه with دي حرف جر. Okay, very good. This is the cupboard in Nougat I always put my clothes. يبقى هنا ممكن أختار حاجتين حسب القاعدة الأساسية، which أو that. بس هنا ذات تستبعدها. ليه يا مستر؟ عشان قبل الضمير اللي هحطه هنا في إيه؟ in. تعال نشوف الأمثلة أهو. طبعا whom و who هستبعدهم لأنهم للعاقل، وcupboard غير عاقل اللي هو قبليهم. which و that اتنين ينفعوا، بس ممكن واحدة ايه تنفع والتانية لا. ليه؟ that لا يمكن أن تسبق بإيه؟ بحرف جر اللي هو in. يبقى ايه الأخيرة؟ which. يبقى الاختيار هيكون which. وقرينا الجملة This is the cupboard، هذا هو الدولاب أو النملية، in which التي بها I always put my clothes. Okay, very good. لاحظ أن which يمكن أن ممكن الضمير which ده يمكن أن يشير إلى جملة كاملة، إلى جملة كاملة، ولا يحل محله ذات. يعني في حالة إن which يشير إلى جملة كاملة، مش اسم واحد اللي هو مفعول به غير عاقل، لا يشير إلى جملة. في حالة إنه يشير إلى جملة ما أقدرش أستبدله بمين؟ بذات، لأن القاعدة الأساسية إنه ذات بتحل محل which، بس ليها الاستثناءات أو الحالات اللي إحنا ذكرناها إضافة إلى الحالة اللي موجودة قدامنا. إيه هي؟ إنه لو في حالة which أشارت إلى جملة كاملة، في هذه الحالة لا يمكن أن نستخدم ذات مكان which. مثال: She didn't apologize. هي لم تعتذر. دي جملة ما فيهاش إيه فاعل ولا مفعول ولا الكلام ده يسبق which. She didn't apologize. هي لم تعتذر. دي جملة. Which is a bad behavior، الذي يكون سلوك أو تصرف غير صحيح أو غير سليم أو سيء. يبقى which دي الذي يكون، من هو الذي يكون؟ اللي هو ان هي ما اعتذرتش
يبقى which هنا تشير إلى مين؟ إلى كل الجملة دي. She didn't apologize, which is a bad behavior. هو إيه السلوك السيء؟ إن هي ما اعتذرتش. يبقى هنا which دي تشير إلى إيه؟ هذه الجملة كاملة. تمام؟ يبقى which بتشير إلى الجملة دي، عشان كده ما أقدرش أقول she didn't apologize that. طبعا الجملة تبقى إيه؟ غير صحيحة على الإطلاق. أوكي؟ يبقى خلي بالنا من الملحوظة دي، إن which لو أشارت إلى جملة كاملة قبلها، هنا لا نستطيع أن نستخدم محلها إيه؟ that. يعني لو جاتنا في الاختيار هستبعد that، لأنه which هي الإيه؟ اللي هتكون إيه؟ الصحيحة. تعالوا نشوف الجملة دي تأكيدا للكلام اللي احنا قلناه. Last night، الليلة الماضية، I watched a long movie with my friends. نقط made us exhausted. جعلنا منهكين أو متعبين. يعني الليلة الماضية احنا شاهدنا فيلم طويل. أنا شاهدت فيلم طويل مع مين؟ مع أصدقائي. الذي جعلنا متعبين. هو إيه اللي خلانا متعبين؟ اللي هو إيه؟ I watched a long movie with my friends. يعني إحنا شاهدنا المشاهدة بتاعت الفيلم هي اللي خلتنا إيه؟ منهكين. تمام؟ عندي who وهم نستبعدهم لأنه دول للعاقل، وعندي which وذات. طبعا هنا هستبعد مين؟ ذات، لأنه which تشير إلى إيه؟ إلى مشاهدة الإيه؟ التلفزيون أو مشاهدة الفيلم. تمام؟ يبقى الإجابة تبقى إيه؟ which. يبقى last night I watched a long movie with my friends which made us exhausted. أوكي. نيجي بعد كده لضمير الوصل اللي هو whose. whose بنستخدمها للتعبير عن الملكية. يبقى يأتي قبلها اسم المالك، يعني الشخص الذي يملك الشيء، ويجي قدامها اسم المملوك، الحاجة اللي هي يملكها مين؟ الشخص الأولاني ده. تمام؟ اللي هي ليه علاقة بالشخص إيه؟ الأولاني. ناخد مثال: This man whose car is red is my uncle. يبقى الرجل الذي تكون عربيته حمراء ماله؟ يكون عمي. هنا هوز جاء بعدها كلمة كار، وكار ده ايه؟ اسم الحاجة المملوكة. وقبل هوز جاء ايه؟ كلمة مان اللي هو الشخص المالك. يبقى هنا العربية ملك لمين؟ تخص مين؟ تخص الراجل. يبقى العربية دي ملك لمين؟ للراجل. يبقى بعد هوز جاء اسم مملوك اللي هو ده كار، وقبل هوز جاء الاسم المالك اللي هو ذا مان. اوكي. طيب مثال تاني: This lady whose dress is red is my uncle. This lady whose dress is red is my uncle. تمام؟ الجملة دي معناها ايه؟ معناها انه السيدة التي فستانها احمر تكون ايه؟ هي my aunt. عفوا. تمام؟ يبقى هنا This lady whose dress is red is my aunt. يبقى هنا كلمة whose جاء بعدها اسم مملوك اللي هو الفستان، والمالك مين؟ the lady. أوكي. I'll buy this flat. نقط size is good for me. يعني أنا هشتري الشقة دي اللي حجمها كويس بالنسبة لي. هنا flat وهنا size. والsize ده يخص مين؟ يخص الشقة. تمام؟ يعني size بمعنى الحجم. يخص مين؟ يخص الفلات. يبقى هنا استخدم الضمير ايه؟ واضح طبعا الضمير اللي احنا هنشوفه اللي هو whose. يبقى I'll buy this flat نقط size is good for me. اوكي. تعالوا ركزوا معاي كويس في الضمائر اللي جاية دي. يعني يمكن الضمير whose سهل مش مشكلة، لكن الضمير where هيكون في مشاكل بينه وبين which، عايزين نتعرف عليها بالراحة كده ونركز على الاستخدام بتاعهم، لأنه ممكن يجوا إيه؟ محل بعض. هنا where بيجي بعديها فاعل زائد فعل اللي هي في الجملة الموصولة. أما قبل where يأتي مكان. يبقى where هنا يشير إلى إيه؟ المكان. تعال ناخد مثال كده:
طيب هنا where نترجمها ايه؟ يعني في الجملة نترجمها ايه؟ تترجم where بمعنى كالذي فيه او التي فيها او الذي منه، على حسب ايه معنى الجملة. ولا نكتب حرف جر يدل على المكان مثل from او on او it. طالما في where نستبعد حروف الجر اللي تدل على ايه؟ على المكان. يبقى هنا where بمعنى الذي فيه او التي فيها او الذي منه لو ترجمنا. ناخد مثال ونترجمه على حسب المعنى. This is the school where we learn. يعني هذه تكون المدرسة التي فيها نحن نتعلم. يبقى هنا where بمعنى التي فيها، لأنها طبعا مؤنث، سنستخدم إيه؟ التي، على حسب معنى الجملة طبعا. يبقى هذه تكون المدرسة التي نحن فيها نتعلم، أو التي فيها نحن نتعلم. طب هو الخطأ هيكون في إيه دلوقتي لو استخدمنا حرف إيه؟ جر. تمام؟ يعني لو قلنا إيه؟ حرف جر بعد إيه؟ في الجملة الموصولة. طيب، وبما أن المكان اسم غير عاقل، خلي بالكم من الملحوظة دي، وبما أن المكان اسم غير عاقل، وإحنا قبل كده استخدمنا which لتدل على حاجة غير عاقل، مش كده؟ آه. وبالتالي يمكن أن يسبق بالضمير which. آه، المكان ممكن يسبقه إيه؟ which، وليس where، حسب معنى الجملة. حطوا 100 خط تحت كلمة حسب معنى الجملة دي، تمام؟ لأن إحنا يكون هنا إيه؟ الاختلاف مع بعض. حسب معنى الجملة يعني إيه؟ يبقى هنا عشان المكان غير عاقل ممكن نستخدم إيه؟ which وليس where، بس إمتى؟ حسب معنى الجملة دي. طب دينا مثال كده مستر؟ آه. This is secret room which the police have found. Secret room دي غرفة سرية which the police have found. Okay. طب السؤال، أنا ما استخدمتش ليه where هنا؟ تمام؟ This is secret room which the police have found. هو إحنا لما قلنا بمعنى where قلنا الذي فيها، لو رجعنا كده خلي بالكم معايا، إحنا قلنا إيه معنى where هي؟ الذي فيه أو التي فيها أو الذي منه، يعني الحاجة جواها، مش كده؟ طيب لو بصينا على المثال ده بتقول إيه؟ This is a secret room which the police have found. هو رجل الشرطة وجد الغرفة السرية وهو فيها؟ لا، هو مش فيها. يبقى مش التي فيها ولا الذي فيها ولا الذي منه، لا، ده هو براها خالص. عشان كده استخدمنا كلمة إيه؟ which. واضح الكلام؟ ركزوا معايا. يبقى هنا the police have found the secret room، وهو بره الايه؟ بره الغرفة، مش هو جواها اكتشفها. عشان كده استخدمنا ايه؟ كلمة which، لان كلمة where تشير الى الذي فيه يعني جواه، او التي فيها او الذي منه. اوكي؟ طيب تعال نشوف المثال ده. This is the apartment نقط we built last week. هذه هي الشقة التي بنيناها امتى؟ last week، الاسبوع اللي فات. طيب يا ترى ايه الاختيارات عندي؟ عندي where وعندي when وعندي whom وعندي which. طبعا الاشكالية في مين؟ في اختيار المين لwhere وwhich، لان whom طبعا للعاقل، وعندي when لظرف الزمان هنتكلم عنه ان شاء الله. طيب where ولا which؟ بص على الجملة كويس كده. This is the apartment نقط we built last week. We built، اخترنا which لان احنا بنشاور عليها، بنقول هذه الشقة التي بنيناها. احنا هنبني الشقة واحنا فيها؟ طبعا لا، واحنا اخترنا كلمة ايه؟ which. يبقى this is the apartment which we built last week، التي بنيناها واحنا براها مش جواها. اوكي؟ اوكي. طيب إن الضمير الوصل which يمكن أن يحل محل where، تمام، بشرط وجود حرف جر يدل على المكان. الله، احنا قلنا مع where لا يمكن نستخدم ضمير وجود، لا يمكن أن نستخدم حرف جر يدل على المكان، فاكرين؟ آه، ممكن ترجعوا لها. يعني مع where لا يمكن أن أستخدم حرف جر يدل على المكان. طب نفترض اخترت، اختار which يا عم،
تختار which مكان where على طول. لو لقيت حرف جر in أو on أو from يدل على المكان خلاص تختار which على طول، لأن where ما ينفعش يجي معاه حرف جر يدل على المكان. يبقى كده أنا استريحت، ولا قلت فيه ولا منه ولا براه ولا جواه، تمام؟ آه ناخد مثال. This is the flat which I live in. هنا عشان حرف الجر إن ذكر يبقى اختار which. طب لو عايز اختار where أنا، لأن أنا بعيش فيها مش كده؟ آه ممكن استخدم where هنا، بس بشرط إنك تحذف مين إن. يبقى this is the flat where I live، واسكت على كده. يبقى كده الجملة إيه؟ صحيحة. لكن طالما أنت جبت لي حرف جر يدل على المكان في الجملة، يبقى أبعد عن مين؟ عن كلمة where، واستخدم معانها إيه؟ which، سواء كان المعنى جوه أو بره ما تفرقش معي. Okay, very good. طيب أهو this is the flat in which I live، يعني ممكن إن ده يجي في نهاية الجملة وممكن يسبق إيه؟ which. Where لا تسبق بحرف جر، لا في الجملة ولا قبليها. يبقى هنا this is the flat in which I live، الجملة تبقى إيه؟ صحيحة، سواء بالطريقة دي أو بالطريقة دي. Okay, very good. This is the flat where I live، دي اللي احنا ذكرناها، يعني كل الجمل الثلاثة دول معناهم صحيح ومعناهم واحد، تمام؟ which عشان في in، which عشان تسبقها in، where عشان ما فيش حرف الجر in الذي يدل على المكان. واضح يا جماعة الكلام ده؟ اوكي، يبقى احنا قلنا which ممكن استخدمها مكان where في حالة ان احنا لما يكون which مش بمعنى الذي فيه او الذي منه او التي فيها، يعني جواها. والحالة التانية لو استخدمنا ايه؟ حرف جر يدل على المكان، ممكن استخدم which مكان ايه؟ where. good. تعالوا نشوفوا المثال ده، واضح اهو، طبعا الاجابة واضحة. the university، الجامعة، نقط I study in is near my town، الجامعة التي أدرس فيها، حيث أدرس فيها، تكون قريبة من مدينتي. وهنا مدام في حرف الجر in، طبعا هو اللي احنا نختار ايه هو المقصود، اختار which ولا where. لو جاب لي حاجة غير which أو where هستبعدها طبعا. طب هستختار which ولا where؟ تعال شوفوا الاختيارات كده، جايب لي which، whom، whose، where. طبعا هو احنا للعاقل، ويونيفرسيتي دي مش عاقل، وهوز اتكلمنا عليها للملكية، يبقى في مالك وفي مملوك، هنا مفيش مالك ومملوك يعني. طيب يبقى عندي which وwhere. ممكن الاثنين ينفعوا؟ لا مش ممكن ينفعوا الاثنين، لانه في حرف الجر ان، واحنا قلنا ان لا يمكن ان تأتي في الجملة اللي فيها ايه؟ ضمير الوصل where. اذا هختار مين؟ الاخيرة اللي هي ايه؟ which. واضح الكلام؟ أظن الكلام كده بيبقى إيه متركب وواضح، عشان إيه تفهموها وإيه تبقى الأمور واضحة يعني. طيب طب في اختلاف تاني مكان which where. قال لي في حاجة تانية، قال لي إيه؟ ضمير الوصل which يمكن أن يأتي بعده فعل. خلي بالكم من الملاحظة دي، جميلة جدا ومهمة جدا. ضمير الوصل which يمكن أن يأتي بعده فعل، يعني verb، لكن ضمير الوصل where لا يأتي بعده فعل. أركز على القاعدة دي تاني يا جماعة، ضمير الوصل which يمكن أن يأتي بعده فعل، لكن ضمير الوصل where لا يأتي بعده فعل. واضح الكلام ده؟ ده واضح ومش عايز ايه لف ولا دوران يعني. I'll visit the town which ولا where؟ لا which. ليه؟ لان جاء بعديها مباشرة فعل، اهو فعل، ما ينفعش احط where يا جماعة، لان where لا يمكن ان يأتي بعدها فعل. يبقى I'll visit the town which is my homeland، سوف أزور مدينتي التي تكون رأس إيه؟ مسقط رأسي أو بلدي. أوكي؟ طيب I'll visit the town where فاعل وفعل، فاعل وفعل، ما ينفعش فعل على طول، هنا فعل وما تنفع which. لكن هنا هي نفس الجملة، I'll visit the town where I was brought up،
سوف أزور المدينة التي حيث أنا إيه تربيت فيها. يبقى هنا ليه قلنا which؟ عشان جاء بعدها فعل اللي هو is. وليه جبنا هنا where؟ لأن فاعل وفعل. واضح الكلام يا جماعة؟ أوكي. طيب تعالوا نشوف المثال ده. Alexandria and Aswan are two cities not attract tourists. اسكندرية وأسوان مدينتين مالهم؟ اللذان أو اللذين يجذبوا السياح. أوكي. طيب اختار إيه هنا؟ هو يا ويتش يا وير أنا عايز. طيب تعالوا نشوفوا الاختيارات. طبعا هو مش هتنفع لأن دولة مش عاقل. وعندي وطها نتكلم عنها طبعا مش محلها هنا طبعا. عندي وير ويتش. طب وير ولا ويتش؟ تعالوا بعد النقط جاي ايه؟ attract. attract ده ايه؟ ده verb فعل. هل يمكن استخدام الفعل بعد وير؟ لا. بعد وير لازم يجي فاعل وفعل. يبقى اختار ايه؟ مفيش الا ايه؟ ويتش. يبقى ويتش ممكن ياتي بعدها فعل زي ما اتكلمنا في الايه؟ في الشرح الشريحه اللي عدت. وده المثال بياكد ان لازم اختار ايه؟ ويتش. very good. تعالوا بعد كده ناخد ضمير الوصل when. when يأتي قبلها ظرف زمان زي ما where يأتي قبلها ظرف مكان أو مكان. when يأتي قبلها ظرف مكان أهو زي ما احنا شايفين ظرف مكان أهو. ويأتي بعدها فاعل زائد فعل زي بالضبط كلمة إيه؟ زي where. where يأتي بعدها فاعل زائد فعل وتسبق بمكان. لكن when هنا تسبق بإيه؟ تختلف إنها بظرف إيه؟ زمان. طيب إيه معناها؟ نترجم when لما نترجمها بمعنى الذي فيه والتي فيها. ولا نكتب حرف جر يدل على الزمن مثل in أو on أو at. مثلا نقول on Saturday أو in July أو at 6 o'clock. يعني كل الحروف الجر دي لا تكتب لو اخترنا when. مش كده؟ ده بالضبط زي ايه؟ where. ما نستخدمش معاه حروف جر. لو استخدمنا حروف جر كنا نروح لمين؟ لويتش. طب هنا بمعناها الذي فيه أو التي فيها ولا نستخدم حروف جر. نشوف المثال. 2 o'clock p.m. is the hour when I leave office. والساعة 2 مساء هي الساعة التي أو التي فيها أنا أغادر إيه المنزل. شايفين؟ فاعل وفعل. When I leave. When I leave. اوكي. 25 او 2005 was the year not my brother get married. يعني 2005 هي السنة التي فيها ولد مين؟ عفوا تزوج فيها ايه؟ اخي. تمام؟ يبقى نختار طبعا ايه؟ واضحة when. اوكي. طيب في حاجة عنها؟ برضو which ايه جاينا في كل حتة. which مكان ايه؟ مكان where. وهتخش لي مكان كمان when اهي. بالضمير which يحل محل when بشرط ايه؟ نفس الشرط بتاع where، بشرط وجود حرف جر يدل على الزمن مثل in او on او at. فاكرين لما تكلمنا على where وقلنا دي محلها which؟ بشرط ان يكون في حرف جر يدل على المكان. هنا بشرط وجود حرف جر يدل على الزمن زي in او on او at. ناخد مثال. March is the month which I was born in. عشان in دي اختار which. ممكن اقولها بطريقة تانية او ممكن تقولها بطريقة تانية. March is the month when I was born. بس when I was born. good. طب ايه تاني؟ تعال نشوف ايه اللي بعد كده. Autumn is the season. يعني الخريف هو الفصل. in نقط leaves fall down الذي تسقط فيه الأوراق. يبقى إن هي حرف جر ينفع. هو season ده ايه؟ ده ظرف زمان مش كده؟ طب يعني اختار when بس ما اقدرش اختار when هنا عشان مين؟ عشان حرف الجر in ده. وعندي هنا where مش هتنفع، احنا بنتكلم عن زمان مش مكان. وعندي that مش هتنفع. وعندي which مش هتنفع. يبقى هتنفع عندي مين؟ اللي هي which. ليه؟
انا قلت دي مش هتنفع. لا هي هتنفع بسبب ايه؟ وجود الان دي حرف الجر. يبقى هنا which استبدلناها بدلا من when عشان حرف الجر مين؟ ان. ركزوا معايا. اوكي طيب خلي بالكم برضو في الحتة دي، ضمير الوصل which يمكن ان يأتي بعده فعل، وكان يأتي بعده فعل وفعل، بس في الحالة دي ممكن يأتي بعده فعل كما قلنا من قبل، اما when لا يأتي بعده فعل، لازم عايز فعل وفعل، مش كده؟ نفس القاعدة بتاعت where اهو. Saturday is the day which is، شايفين is دي فعل على طول مفيش فاعل، but Saturday is the day which is the first day of the week، والسبت يكون الأول يوم في الأسبوع، تمام؟ Saturday is the day when I start my work، وهنا which ممكن يجي بعدها فعل، لكن when لا يمكن أن يأتي بعدها فعل، لازم من فاعل وفعل. Okay, very good. 1973 is the year نقط reminds us of victory. سنة 1973 هي السنة التي تذكرنا بإيه؟ بالنصر. طيب تعالوا نشوفوا إيه الاختيارات. عندي when, where, which, whose. طبعا where للمكان هنستبعدها، وعندي whose للملكية هنستبعدها، بفضل عندي which وعندي when. بعد النقط في ايه يا جماعة؟ reminds. reminds ده بمعنى يذكر، يعني فعل، مش كده؟ طيب ينفع اجيب بعد when فعل على طول؟ لا، وبختار ايه؟ اختار which. which عشان جاء بعديها فعل مباشرة. اوكي تعالوا نشوف بعد كده الايه what اللي احنا قلنا هم ايه بدائل. what دي بيجي قبلها فعل، قبلها يأتي فعل، وفي الجملة الموصولة يأتي بعدها يا فعل أو فعل وفاعل، حاجة من الاثنين. what دي ممكن يجي في جملتها فاعل وفعل أو فعل، لكن قبلها يسبق بإيه؟ بفعل. ونترجم what بمعنى ما أو الشيء الذي، يعني كلمة what بنترجمها لما تترجم الجملة بمعنى ما أو الشيء الذي. تعالوا نشوف مثال كده. She wanted to know what happened. أدي what سبقت بفعل اللي هو إيه؟ know، وجاء بعدها فعل اللي هو happened. She wanted to know what happened، لو ترجمناها يبقى هي أرادت أن تعرف ما الذي أو الشيء الذي حدث. Okay. This is what I told you. أدي what وسبقت بإيه؟ بفعل، وجاء في الجملة بتاعتها فاعل وفعل. هنا فعل، هنا فاعل وفعل. I told you. يبقى هذا يكون الشيء الذي قلته لك. هنا بنترجم بمعنى الشيء الذي أو ما قلته لك. هذا يكون ما قلته لك. بخلي بالكم what تسبق بفعل ويأتي بعدها يا إما فعل أو فعل وفعل. أوكي. هنا what أيضا يمكن بدل ما تسبق بفعل تسبق بضمير مفعول. خلي بالكم ضمير مفعول ويأتي بعدها في جملتها الموصولة فعل أو فاعل وفعل، تمام؟ وفي الحالة دي يمكن أن يسبق what ضمير مفعول، زي إيه؟ us, me, them, her, him, you. دي ضمائر إيه؟ مفعول. I'll tell her، أنا سوف أخبرها what I have heard، ما الشيء الذي سمعته أو الشيء الذي سمعته. يبقى أنا سوف أخبرها بالشيء الذي سمع. هنا what سبقت بإيه؟ بضمير مفعول، وجاء بعدها فاعل وفعل I have. جميل خالص.
طب تعال نشوف جملة تانية. He told me. ده ضمير مفعول. هو أخبرني بالشيء الذي إيه؟ He had heard. بالشيء الذي سمعه. أو هو أخبرني بما سمعه. تمام؟ يبقى هنا فاعل وفعل وقبلها ضمير مفعول. Okay؟ Good. شوف المثال ده. A saw is نقط. I need to cut the log. So هنا بمعنى المنشار. Is نقط. I need to cut the log. هنا بنلاحظ انه في فعله قبلها. يبقى a saw is زائد فاعل وفعل. والقاعدة عندي مش هتنفع which ولا هتنفع that ولا هتنفع when. وبنستخدم ايه what. بمعنى المنشار يكون الشيء الذي أنا أحتاجه لقطع الإيه لوح الخشب. A saw is what I need to cut the log. كل ما أريده أنا إيه المنشار عشان أقطع الخشبة. أوكي. طيب يمكن أن تبدأ الجملة بوات دون أن يكون سؤال، لأن إحنا عارفين وات دي أصلاً أداة استفهام. لما أقول مثلاً إيه What's your name؟ ما اسمك؟ تنتهي الجملة بإيه؟ بعلامة استفهام. يعني ممكن تستخدم كأداة استفهام. ولكن قال لي ممكن أنا أبدأ الجملة بوات دون أن يكون سؤال، ولكن لا تبدأ الجملة بضميري الوصل which or that. لا يمكن إن إحنا نبدأ جملة بإيه which أو that. تعالوا نشوفوا المثال كده. What she did made me upset. يعني ما الذي فعلته جعلني متوتر أو جعلني إيه قلق. What she did made me upset. Okay. What happened is her mistake. ما الذي جرى يكون خطأها. تمام. بالرغم إنه what بدأت بها الجملة، ولكن دي مش أداة استفهام في هذا السياق، ولكن هي كإيه جمل توصل الجمل مع بعضها. But what she did made me upset. ما الذي فعلته جعلني قلقا. What happened is her mistake. ما الذي جرى بسبب خطائها. Okay, very good. طيب نشوف المثال ده. What caused the destruction is unknown. يعني ما الذي سبب هذا الحطام أو هذا الدمار غير معروف. بواضح ان احنا نستخدم ايه اللي بتبدأ بيها. لا منفعش لا نبدأ بالذات ولا which ولا كلام زي كده. بنستخدم ايه ضمير الوصل what. What caused the destruction is unknown. ما الذي سبب هذا الدمار غير ايه معروف. Very good. بعد كده تعالوا نشوفوا الايه why. Why بتسبق بفعل او ضمير مفعول. بفعل أو ضمير مفعول، واحد من الاثنين، ويأتي بعدها فعل زائد فاعل، وتترجم why بمعنى لماذا أو السبب الذي جعله. تمام. تعالوا نشوف المثال هيوضح أكتر. He was dangerous. هو خطر. That is why he was arrested. يعني لهذا السبب هو خطير يعني. That is why لهذا السبب أو السبب الذي جعله يعتقل. That is why. ملاحظين إن why سبقت بإيه بإز وإز ده إيه فعل. He was arrested فاعل وفعل. He was arrested. وهنا بمعنى هذا هو يكون خطر لهذا السبب الذي جعله إيه يعتقل. أوكي. Tell me why. أخبرني لماذا you are so sad today. قل لي أنت ليه حزين النهاردة. Tell me why. شايفين why سبقت بضمير مفعول وجاء بعدها فاعل وفعل. Tell me why you are so sad today. وبدي why تسبق بفعل أو ضمير مفعول ويأتي بعدها فعل وفاعل. شوف المثال ده.
He eats too much candy. هو بياكل حلوى كتيرة. That is نقط he always go to the dentist. لهذا السبب هو دايما بيذهب إلى إيه؟ طبيب الأسنان. عشان قلت لهذا السبب واضح إني أختار إيه؟ ها؟ أختار Y. Very good. بعد كده تعالوا نشوفوا how. How بتسبق بفعل أو ضمير مفعول زي اللي سبقتها، زي الإيه اللي إحنا تكلمنا عنها اللي هي why. بقى زائد فاعل أو فعل. بس اللي يختلف عندي عن 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 السابقة عن how، how عن why تختلف في المعنى. المعنى لأن how هنا تترجم بمعنى إيه؟ كيف، لكن كانت اللي عدت اللي هي لماذا والطريقة التي بها. يبقى هنا how بمعنى كيف أو الطريقة التي بها، وتسبق بفعل أو ضمير مفعول ويأتي بعدها فعل زائد فاعل. تعالوا نشوفوا المثال ده. He borrowed a lot of money. هو استلف فلوس كتيرة. That was how he bought the new car. يعني بهذه الطريقة هو اشترى العربية الايه الجديدة. ازاي اشتراها العربية الجديدة؟ ان هو استلف ايه فلوس كتيرة. يبقى he borrowed a lot of money. That was how he bought the new car. وزي ما انتم شايفين تركيب الجرامر الستراكشر بتاعها، how بتسبق بفعل وبعديها فاعل زائد فعل. وممكن نقول ايه؟ tell me how، اخبرني. يبقى هنا سبقت بايه؟ بضمير. tell me how ضمير مفعول. tell me how you passed the test، اخبرني كيف انت نجحت في الايه الامتحان. يبقى how تسبق بايه؟ فعل او ضمير مفعول، وايه في جملتها؟ فاعل زائد فعل، وتترجم بمعنى كيف أو الطريقة التي بها. وهنا أخبرني ما الطريقة التي بها أنت نجحت في الإيه في الامتحان. نأخذ المثال ده ونشوف الاختيار عليه. He usually helps and encourages me in the class. هو دايما بيساعدني وبيشجعني في الفصل. That is not he treats me. يعني هذه هي الطريقة التي يعاملني بها. طالما متكلم عن الطريقة يبقى هنختار طبعا ايه how. very good. يحذف ضمير الوصل. خلوا بالكم معلش في الملاحظة المهمة دي، بيقول لي ايه يحذف ضمير الوصل من الجملة في حالتين. يعني ضمير الوصل ان احنا ممكن نحذفه من الجملة بسبب حالتين او في وجود حالتين. الحالة الاولى يمكن حذفهم إذا جاء قبله مفعول عاقل. إذا جاء قبله مفعول عاقل. تعال نشوف المثال. The woman whom you met was my sister. يعني السيدة التي أنت قابلتها كانت أختي. تمام؟ طيب ممكن نقول إيه؟ نفس الجملة. The woman you met was my sister. حذفنا إيه؟ whom، لأنه جاء قبلها إيه؟ مفعول عاقل. وممكن الجملة تبقى كالآتي: مفعول عاقل زائد فاعل زائد فعل. أهو فين المفعول العاقل؟ the woman زائد الفاعل زائد الفعل. أهو الفاعل you والفعل met وأدي المفعول العاقل. يبقى the man you met، the woman you met was my sister. وفي الحالة دي ممكن احنا نحذف ايه whom. طيب في الحالة الاولى ايضا اللي احنا عدد دي يمكن حذف which اذا جاء قبله مفعول غير عاقل برضو. يعني اذا which جاء قبلها احنا تكلمنا انه بيجي قبلها مفعول عاقل. تمام، لو جاء قبلها مفعول ممكن نحذفه، مش فاعل، قبله مفعول. هنا بيقول لي ايه؟ The novel which I read was very exciting. الرواية التي أنا قرأتها كانت مثيرة. هو إيه اللي كان مثير؟ اللي هو إيه اللي قرأتها؟ اللي أنا قرأت إيه؟ I read إيه؟ اللي هي the story أو the novel. يبقى مفعول به. يبقى ممكن نقول إيه؟ The novel I read، الرواية التي قرأتها was very exciting. يبقى إذن which لو سبقت بمفعول غير عاقل يمكن حذفه. يبقى هنا مفعول غير عاقل زائد فاعل زائد فعل.
فين المفعول غير عاقل novel، فين الفاعل I، فين المفعول عفوا الفعل read. اهو يبقى مفعول غير عاقل زائد فاعل زائد فعل. اوكي ده بالنسبة الوجه. The meat nugget was very delicious. The meat was very delicious. Okay. طيب تعالوا نشوف الاختيارات. I drank ولا that I drank it ولا which I drank it ولا whom I drank it. طبعا أنا whom هستبعدها لأنها بتتكلم عن العاقل وهنا meat مش عاقل. طيب عندي هنا it وعندي هنا it عشان متكرر الضمير المفعول قلنا ما ينفعش نكرره يبقى نستبعد it و it. فضلت مين؟ I drank. هي أصلها إيه؟ The meat which I drank. لكن في الحالة الأخيرة قلنا يمكن حذف which إذا سبقت بإيه؟ بمفعول غير عاقل اللي هو مين؟ The meat. يبقى the meat I drank was very delicious. Very good. I drank. معلش أنا أسف جدا، يعني هو المفروض أنا ما أقولش the meat لأنه مش هتشرب اللحمة، إحنا ممكن نقول the juice. معلش يعني نصلح الجملة دي، بدل ما نقول the meat إحنا معلش نقول إيه the juice العصير. وبرضو الجملة juice هنا مفعول غير عاقل يبقى إيه the juice I drank was very delicious. Okay. Let's go to the next one. الحالة الثانية خلي بالكم يمكن حذف who أو which لو جاء بعدهما verb to be زائد ال past participle. خلي بالكم دي نقطة مهمة جدا. يبقى ال who أو which لو جاء بعدهما verb to be زائد ال past participle ممكن ايه نحذفها، بس بشرط نحذف مين؟ verb to be زائد ضمير الوصل معا. يعني الverb to be يتحذف زائد ضمير الوصل ويفضل مين اللي هنشوفه دلوقتي اللي هو الايه ال past participle. هنا بتقول ايه الجملة دي؟ the plate which is broken cannot be used. الطبق الذي يكسر لا يمكن استخدامه. هنا which اهي is broken. is broken ده is the verb to be. broken ايه تصريف ثالث ال past participle. cannot be used. طب عشان احذفها دي ممكن احذفها بس اخلي ايه احذف مين؟ احذف verb to be اللي هو is واحذف ضمير الوصل which. هتقبل الجملة كالآتي: the plate broken cannot be used. الطبق المكسور لا يمكن استخدامه حسب ايه القاعدة بتاعتنا. Okay. طيب the cake nougat outside the fridge went bad. الكيكة اللي خارج التلاجة بإيه بتعفن. هنا the cake left ولا that you left it ولا which left ولا was left. هنا that you left it ما تنفعش عن شم إيه it. The cake which left ما ينفعش عشان ما فيش verb to be. طيب was left the cake was left ولا left. هنا القاعدة بتقول لي ايه احذف ايه which is left او which was left. هحذف which مع was او which مع is واخلي مين left بس. يبقى ادي اللي ايه حسب القاعدة اللي عدت. أوكي. طب الحالة الثانية يمكن حذف who أو which إذا جاء بعدهما إيه؟ verb to be زائد فعل مضاف له ing. إحنا قلنا في اللي عدت verb to be زائد ال past participle. لكن هنا verb to be زائد إيه؟ verb مضاف له ing. بشرط إن إحنا نحذف إيه؟ الverb to be زائد ضمير الوصل معا. بس كده the student who is sitting next to me is clever. الطالب الذي يجلس بالقرب مني ايه ذكي جدا. طبعا هنا في ايه ضمير وصل هو
وعندي verb to be is وعندي فعل مضاف له ing. طب تعالوا عايزين نحذف احنا هو. هنحذف هو بس نحذف معها مين؟ verb to be is ونخلي كلمة ايه؟ sitting. يبقى الجملة تساوي the student sitting next to me is clever. The student sitting next to me is clever. Good. The lady nougat over there looks like my mother. The lady nougat over there looks like my mother. هنا عندي كلمة إيه؟ which is standing. طبعا the lady دي عاقل إزاي هقول عليها which. طيب the lady who standing ما ينفعش who is standing جاية كده لكن who standing ما. The lady she is ما ينفعش أكرر she و the lady. يبقى اللي فاضل عندي كلمة إيه؟ standing. يا أصل الجملة إيه؟ the lady who is standing. فإحنا حذفنا who is خلينا standing اللي هو الفعل المضاف له ing. الحالة دي يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا وشرحنا ضمائر الوصل والجمل الموصولة، وان شاء الله كده يكون العرض بتاعنا واضح وفي نوع من السلاسة، وان شاء الله تكون استفدتوا. واشكركم للمشاهدة وأتمنى لكم مشاهدة طيبة إن شاء الله في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. ولو عندكم أي تعليق على الجمل الموصولة أو ضمائر الوصل ياريت تكتبوا لنا في صندوق التعليقات عفوا. وشكرا لمشاهدة مرة تانية، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.